دكتور حمد، طبعاً في البداية نبغى الناس كثيرين ما يعني ربما ما عندهم خلفية عن المقصود بعلم تجميد الأجنة، فليت تتحدثنا عنه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحفاظ على الخصوبة تنقسم إلى 3 أقسام: تجميد الحيوانات المنوية واللي بدأت منذ 70 عاماً، كانت بطرق مبسطة، بعد 10 سنوات صارت تجميد الحيوانات المنوية، لأن الحيوانات المنوية تتحمل درجات 200 تحت الصفر.